السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما غتفهموا والو، كنت سديت معكم الفلوغ، ما كملتش ديال البلاج، رجعنا دوشنا وداكشي. المهم بغيت نشارك معكم هذا الفلوغ من هنايا. حنايا دابا في مريزيقه، حدا قريب قرابين الوالديه، في طريق الوالديه، عرفتوا واحد الرمله كنطلعوا فيها راه واعره خطيره، سخفتني والدنيا عامره بزاف. انا غادي نشارك معاكم، شوفوا الدنيا كيفاش دايره، شوفوا معايا. هذه هي الرمله اللي طلعنا فيها، شوفوا الطوموبيلات شحال عامره، الدنيا الدنيا شحال زوينه تمايا، واعره واعره كيف ما شفتوا، خطيره خطيره الطلعه، واعره ما قدرتش نطلع، عرفتي صعيبة، خاصك شي واحد يجرك. زوينة الدنيا. أنا وصلت دابا للبحر، هاهو كان صافي. دابا هنايا الهبطة غير شوية، ماشي واعرة. أنا دابا غادية داخلة البحر. واو شو شحال بارد 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 بلا قياس. بارد بارد والله واعر. المهم انا راه دخلت. عادي واش كتسمي غادي داخل كتدخلي الزهر لا شويه ماشي بارد بزاف.
عشي مناظر زوينه. شوفوا لي واش كيبان لكم، شوفوا رايا زوينه الدنيا. يلا انا غادي نعوم. كتقول يا على الربيع احنا يا جالسين الله يلا بحر واعر واعر واعر. شوفوا معايا ليه جالسين احنا ومطار كل موصفين العمل انا يا راني مشغوله في الرمله. واو الرمله سخونه ماشي برد. ولفتها جينا لبلاصه اخرى من البحر. حنا جالسين ليه ليه هكا وجينا هنايا في هاد البلاصه زوينه. واو عامر عامر عامر. انا دابا خرجنا لبست حوايجي لبست جالسين كنتسناو فيهم يجيبو يصايبو الشوايه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. حنايا شوفوا معايا الدنيا كيف دايره. واو تما كاين الدارك. اما بداو يجمعوا في هذا في الحطاب وداك الشيء باش يديروا الشوايه. محمد راك ناضي. محمد محمد
وهنا جينا للدار دوشنا وكل شيء. محمد بدا كيفرقع في القنبول، ما كانت قريبة عيشورة. هذا الفيديو حتى فاتت عيشورة عاد غادي نروحو صافي. بقى هكا كيلعب صافي حتى سالمين سالم الفيديو هنايا. يلا بسلام عليكم، الفيديو اخر ان شاء الله.